بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قعدنا مع المحاضرة الثالثة من سلسلة تعليم كورل درو. النهاردة هنكمل مع بعض بقية الشرح الخاص بالأشكال الأساسية، الأشكال الهندسية، وهنحاول النهاردة نعمل مجموعة الأشكال دي واستخدام أشكال هندسية أكتر من اللي خدناها. احنا اتكلمنا على المستطيل والدائرة وبعض الأشكال الخاصة، لكن النهاردة هنوسع الموضوع شوية، وتعال نشوف هنقدر نعمل الأشكال دي ازاي. تعال مثلا نشوف الشكل ده، نجيب صفحة جديدة كده ونشوف مع بعض الشكل ده بكل بساطة. هو طبعا قلت البرنامج عايز مننا شوية خيال، فالشكل ده عشان أعمله أنا تخيلت مستطيل عادي، مستطيل، فروحت عامل الشكل مستطيل عادي جدا أهو. المستطيل دوت أنا عايز أطرافه تبقى راوندد، فقلنا من الأوبشنز بتاعة المستطيل في عندي الراوندد أهي، وخليتها مقدار 1 سنتي مع التأكيد إن القفل شغال على 4، قلت له أوكي، حصل راوندد للشكل ده. رحت اخترت بالت اف 8 الشاشه بتاعت ترانسفورميشن، وعلى فكره الشاشه دي مهمه جدا. انا رايي اول ما تفتح البرنامج الت اف 8 ويظهر مين؟ شاشه ترانسفورميشن، هتحتاج كل الادوات اللي فيها. ادي الشكل اللي معايا، هروح لترانسفورميشن، هخلي الكوبيس زيرو، مش عايز اي نسخه، خليها زيرو، واخلي مثلا الراوندد بتاعتي 45 درجه، واقول له ابلاي، عمل لي زاويه 45 درجه. هبدأ بعد كده ألفها على نقطة تانية وأكرر، واحد مثلا أبلاي، أنا عايز أخدها على زاوية مختلفة، أبلاي أهو، الزاوية بتاعتي مختلفة شوية، تمام، وبعدين أقول له أبلاي تاني، جاب زاوية تانية مختلفة، أبلاي أبلاي كذا، واحدة أبلاي لغاية ما يقفل لي مين؟ الشكل. مجرد ما أقفل لي الشكل أنا وصل لي الشكل بالشكل ده. طب انا عايز الونهم، يعني انا ممكن اقف على كل واحده واديها ايه، كليك على اي لون انا عايزه اهو كده، بديهم الالوان اللي انا عايزها. واللي تحتيهم ده برضو هديها الوان. طبعا الخطوات ممكن تتابعها تاني مره واتنين وتلاته، نحاول نظبط الخطوات. انا ظللت دول، هظللهم كده، وممكن اعمل لهم حاجه اسمها ايه يا جماعه؟ بصوا ايه الفرق بين الايقونه اللي اسمها ويلد وفي جنبها ايقونه تانيه ترم. ايه الفرق بين ويلد وترم؟ ويلد بتشيل الفواصل بينهم، يعني بتحول الشكل لشكل كده، تمام، لكن ترم هتجمع الشكل مع الحفاظ على مين؟ الفواصل اللي فيه، مش هتشيل الفواصل، ترم، مش كده؟ طيب ممكن بعد ما اعمل الكلام ده اظلله، وعندي اداه من ادوات الشيب او الشادو، دروب شادو، في اداه اسمها دروب شادو اهي، هاخدها واعمل شادو للشكل. هيبدأ الشكل يديني شادو بسيط قوي كده بالشكل ده، أصبح عندي شكل بسيط جدا اللي أنا عملته من شوية اللي كان موجود معايا في الورقة الأولانية.